أنا راح أحكي لك سر. أنا من دخلت بعد الاحتلال مباشرة، أنا ما كنت راضي على الوضع قبل الاحتلال، قبل 2003، قبل 2003، وكنت أنتقد كثير، وكنت يحسبوني على يعني نوعا ما على المعارضين. لا هو ها بال 2003، قبل 2003، وبعد ال 2003 اللي يتردد انه الدكتور صالح المطلق كان بعثي، اي هذا اللي المتعارف عليه عند العراقيين. مو غلط، انا كنت بعثي، ايه انا كنت بعثي، بس تمام. تدري صار ظروف انه خرجت من الحزب عام 77، قديم يعني مو جديد. المهم، فمن صار الاحتلال وشفت يعني طبيعة الأمريكان شلون كانوا يتعاملوا مع العراقيين، وشفت العراقيين قسم كبير منهم كانوا رافعين الرايات البيضاء ويمشون، اللي بالسيارة رافع الراية البيضاء ومطلعها من الجامعة، اللي هي راية الاستسلام، راية الاستسلام. حتى يعني أحد المواقف إحنا نمشي ما يمنع أحد، بس واحد مطلع الراية البيضة برا ويمشي، فواحد من إخواني صاحبي قال له ما تقول لي على شنو مطلع الراية البيضة يا ابن الحلال، هسه ما حد يمك، ضم الراية البيضة واحترم نفسك، لا تظلون هيش بهالطريقة هاي. هذا الموضوع حزني بشكل كبير جدا، أنه شفت الوضع صار بهذا الحال، أن العراقيين يرفعوا الرايات البيضاء ويمشون، وكان مؤثر جدا. قررت ادخل العمل السياسي، ولا انا كنت تارك يعني الى حد كبير، يعني ما داخل مسوي حزب او كذا. انا اريدك تدخل في يعني تتحدث عن دخولك في العمل السياسي، وتدخل ايضا في اوراقك المطويه اللي الناس ما يعرفوها. اي هسه اهم جزء من هذا. فمن دخلت، دخلت وانا منزوع الخوف من قلبي نهائيا ابدا، ما يعني قبل واحد يتردد سوى هاي الخطوة لو بها مجازفة لو كذا، من صار هذا الموقف قدامي لم يعد عندي خوف في قلبي نهائيا، بل أنه الحياة وعدم الحياة في ظل الاحتلال اعتبرتها لا تسوى شيء، في ظل أن أشوف العراقيين مستسلمين بهالطريقة هاي.